احتفلت السلطة المحلية بمحافظة تعز بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر بحفل خطابي وفني بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان وقيادة السلطة المحلية والسياسية والاجتماعية. تفاصيل في التقرير الذي أعدته زميلنا عايم خالد. احتفل مكتب الثقافة والسلطة المحلية في محافظة تعز بالذكرى 26 من سبتمبر، حيث أرسل محافظ المحافظة نبيل شمسان رسالة إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي ممثلا عن أبناء تعز الذين احتفوا في الشوارع معبرين عن وحدة القضية والمصير. وشدد المحافظ في رسالته على ضرورة التحرك الجاد لتحرير تعز واليمن من ميليشيا الحوثي، تكريما لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا من أجل الوطن واستعادة حريته وكرامته. يطالبون فخامتكم والإخوة أعضاء مجلس القيادة بالعمل على استعادة الدولة من الميليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات اليمنيين في دولة اتحادية مدنية حديثة ونيابة عن كل أبناء تعز وكنوات للاستفاض الوطني. نعلن اصطفافنا الكامل تحت قيادتكم فخامة الرئيس والإخوة أعضاء المجلس لاستعادة الدولة، هو هدفنا ولا يوجد لنا هدف غيره. تضمن الاحتفال عرضا للوحات فنية إنشادية تغنت بذكر سبتمبر والحرية، حيث أضفى الفن جو من الحماس والمشاعر الوطنية على الفعالية. إن احتفالنا اليوم يأتي امتدادا لما تعيشه تعز من عيد وطني وليس ذكرى فقط. هذا العيد الكبير الذي عاشت تعز خلال شهر سبتمبر زخما كبير، أحيا أبناء تعز هذا الاحتفال الكبير. تعز الرافعة الوطنية الذي تتسع للجميع، التي ناضلت ودفعت بأثمان باهظة بنسائها ورجالها في مقارعة الكهنوتي البائد القادم من العهد البائد. في الأمس أوقدت تعز شعلة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، كما هذه الشعلة التي حاولت الميليشيات الحوثية إطفاءها لكن تعز أبت إلا أن توقدها بنورها المبين. ستظل تعز شوكة الميزان رافعة جمهورية أبناؤها عشاق وعطشة للجمهورية. احتفالات محافظة تعز ومكتب الثقافة والسلطة المحلية مستمرة ومتواصلة، تقول بكلمة واحدة: تعز حرة أبية وسبتمبر شرارة الحرية والإباء. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.